اعضاء ما كاينينش، المكتب ما كاينش، المقر ما كاينش، هو الرئيس ما كاينش. اذا ما القى تما الذهب فوق مسطح باي بني تروازيام ايطاج، حنا ما خلينا شيء. بصيفط لنا رساله مرة رساله تنطالبوكم باش تاديو الخساره اللي تسببتيو لي فيها باش طيحتيو لي تروازيام ايطاج، نتوما خصكم تاديوها. كاين اللي مات مسكين، كاين اللي خلى ولادو ضحيه، هذاك مشى عليه تن، هذاك تبع الدار وتعودت، ما كاينش. مالك تا يمرحب بينا وتيقولنا اي مشكله ديالكم حنا نحلوها. دابا راه حنا وصلنا تلنا وحنا كبرنا باش واحد يخلص دارو وكلشي في الاخر. قال لك لا، حق هذاك الفلوس اللي عطيتو ماشي الثمن تاع درك، خصكم تعطيونا الثمن تاع درك. واش الناس تشري الديور بكري يعاودوا فيهم البيع؟ هي الرباط خصو كله يتعاود في البيع. وتيقول لك اللي مات شي حد هو اللي غيورث الديور. حشوم عليه هادشي اللي كيدير لينا، هادشي اللي كيدير لينا ما معقول. انا وكلت عليه غير الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي غنقول. السلام عليكم. اليوم كنجسدوا واحد الوقفه احتجاجيه، حنا ساكنه ديال اقامه الصفا، وباش نعلموا الراي العام الوطني والراي العام الجهوي والاقليمي بالمحنه اللي كنعيشوا مع واحد المكتب ديال الوداديه الذي يسير من طرف شخص واحد اللي هو السي عبد العالي فهيد رئيس ودادية السطات، اللي فقد المشروعية ديالو والشرعية ديالو داخل هذا المكتب، بحكم أن المكتب لا يتوفر على نصاب، يعني أنه يسير هذه الودادية بشخصه الواحد. ثانيا نطالب مرارا وتكرارا بعقود عقد جمعات عامة لإيجاد الحلول للمشاكل ديال المنخرطين. ما يمكنش وما كيبغيش يلبي الرغبات ديال المنخرطين. ثالثا بغينا نطلعوا على الميزانيه وعلى التقرير المالي والادبي ديال هذه الوداديه، ما عمرنا شفناه، ما عمرنا جمع عام حضرناه، ولكن هذه سنين ما عاودش دار الجمعات العامه، وخاصه الى كل شيء في العلم ديالو بان هناك القانون 75/00 كنظن المنظم ولا المكمل ديال الظاهر ديال 1958 اللي كينص ان الوداديات انطلاقا من 2016 خاصها تعقد الجمعات العامه كل سنه لتقديم التقرير المالي والادبي. اذا حنا هنايا مجموعين كي نندد بتصرفات هذا الرئيس اللي ولا يستعمل اساليب ترهيبيه واساليب تهديديه للاخوان المنخرطين داخل هذه الوداديه هذه، يطالب بمزيد ومزيد من الاموال بدون غير بدون حق. حنا دابا كنتجهوا مباشره للسلطات المعنيه، السلطات القضائيه، باش تفتح تحقيق باش نعرفوا فلوسنا فين مشات، باش تفتح تحقيق في المخالفات ديال التعمير اللي دار هذا السيد هذا، باش تفتح تحقيق في سوء التسيير ديالو طيله المده ديال 30 عام ديال المعاناه. راه كاينين الناس هنايا اللي انطلاقا من 1993 وهي شاريه السكن ديالها ومنخرطه في هذه الوداديه على اساس انها غادي تاخذ الاوراق ديالها وتاخذ العقود العقاريه ديالها في 2000 ولا 2001 2002. لسوء الحظ او لحسن الحظ ولا ما عرفتش، هذا الرئيس دخل الحبس، خلى واحد الفراغ. كنشكر الوداديه والمكتب اللي جا من بعد وخدا بزمام الامور وحاول انه يفك المشاكل، فك بزاف ديال الامور، منها الموضوع، منها كانت بزاف ديال الامور اللي كانت دايره على الوداديه، وخلانا من بعد جا خدا هو التسيير وخلانا في هذه المحنه هذه. ثانيا واحد الملاحظه غادي نقولها، وهو اين هو الرئيس دابا؟ فينا هو؟ المكتب مغلق، اذا لا يوجد محاور، لا يوجد محاور. اذا الاعضاء ما كاينينش، المكتب ما كاينش، المقر ما كاينش، هو الرئيس ما كاينش. اذا بالنسبه لنا حنا نقف الان نصره للحق، نقف الان نصره للمظلوم، نناشد
السلطة المكلفة أن تباشر التحقيق من غدا في هذه المسألة هذه ديال هذه الودادية هذه، وبغينا نشوفوا هذه الخبرة الحسابية عند ديال هذه الودادية. وأشكر الجميع الحضور اللي حضر في هذه الوقفة، أتمنى أننا نبقاو صامدين ونبقاو متلاحمين إلى غاية إحقاق الحق وإلى غاية نيل المطالب ديالنا. وشكرا. أنا من الجالية المغربية، حنا هذه 30 سنة باش شرينا، زينا باقيين صغار 30 سنة وحنا كانت عندنا في عمرنا، اليوم حنا دي روتريتي وفيما كنجي وكيطلب منا دائما الدفعة استثنائية، هاد الدفعة استثنائية ما عندهاش نهاية، دائما فيما كنجي وتيبغي منا الفلوس وشي حاجة ما شفناها يعني. هم في الآخر جاب يطلع طروازا ميطاج باش رقات ما الذهب فوق مسطح باش يبني طروازا ميطاج، حنا ما خلينا شيء. وشنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله مع هذا السيد هذا. الجاريات اللي مقيمين في هولندا هذه مده باش خدينا هذا لابارتمون من 97 الى 1999 الى الان، ولحد الان عمرنا ما قال هاد المصاريف تسالات، اخرهم هي المصاريف ديال تخوازيام ايطاج اللي بناها بلا بلا تسريح بلا موافقه، واحد الوقت اللي احنا ما معلومينش وما عارفينش لا عادي تقول تخوازيام ايطاج ولا شنو غيدير، لان الشرط الاول طيحوا له وهذا الثاني باش يعوض على ريوسنا حنا تخوازيام ايطاج باش يعوض الناس فلوسهم اللي تيدوي تخوازيام ايطاج على حسابنا حنا، وحنا ما عندناش العلم، حنا رحنا اللي في هولندا اللي في فرنسا حتى شي واحد ما عمره تعلم من جينا هادي عامين وثلاث سنين وحنا بحال اللي في اوكرانيا بالبني اللي تيطيح فوق راسنا، حتى الشروط ديال البناء ما كايناش، اللي بغى طيح علي حجره هذا الشيء كله فوق راسنا وساكتين. الطامه الكبرى هي اننا من بعد عامين مشينا ما جيناش لان ما عندنا لا نجي وديورنا كلها مهدمه، انا هي في الطوالي مضروره اكثر لان فوق مني كان البني، مشاو لي حوايج الماريوات ديالنا وبلاكارات جوج عامين وحنا تيفزقوا وعاود تنصيبوهم، ولا مسلط ولا اللي يعرف الحيوط مشقوقين، هادشي عشنا فيه. جيت انا ما بقيتش ندخل، مني دخلت تنتفاجئ ان ربي خضع الحق ان التخوازيام طاحت بالاضرار ديالها بكل شيء، في التالي مصيفط لنا رساله مورا رساله تنطالبوكم باش تاديو الخساره اللي تسببتي ولي فيها باش طيحتي ولي تخوازيام ايطاج، انتوما خصكم تاديوها. هذه قضات علينا تماما، هذه ما بقينا هكا هازين يدينا، شنو نديرو بهذا السيد؟ وما كاينش وما يعلمكش. وفين هو؟ الله يعلم. والتهديدات غنقطع لكم الموضوع، غادي ندير لكم سميتو غادي نشطو، كاننا حنا دايرين التفويت ديالنا ودايرين فوق التفويت وفوق اللي نصب علينا، اراه هذه اراه داكشي لا حدود لا، في التاريخ قلنا نشطب عليكم، واش هادشي تيتساف في العقل؟ تينا مأدية دارك هذه 30 عام وتينا مخلصة دارك تيقول لك نشطب عليكم، شكون هذا اللي بغى يكون؟ انا شاريها الدار ب 37 طالعه اكثر من 66 مليون ومازال تيقول لي ارى ماشي انا العامه كلها كلشي هادشي، ولكن بغى غير دابا قلك دابا انا هو انا واش شاف هادشي كله، انا ما تنعرف حتى شي واحد، انا اللي بغيت نطيح ولا بغيت نجي نخرجكم ولا بغيت نخليكم دابا لحد الان تيهد الناس مساكن اللي تيمرضوا واللي انا تصور 30 عام شرفنا، كاين اللي مات مسكين، كاين اللي خلى ولاده ضحيه، هذاك مشى عليه حتى هذاك تبع الدار وتعودت، ما كاينش اللي يهضر عليه. ودابا والله حنايا كاسم جاريه الخارج اللي مالك تيمرحب بينا وتيقولنا اي مشكله ديالكم حنا نحلوها، دابا حنا وصلنا حتى لنا وحنا كبرنا، انا براسي مرات 100,000 مرضاه في هذا الشيء، ولادي ما بقاوش يدخلوا تيقولوا لي صافي انا هذا الشيء ما نقدوش عليه، ودابا تنطالبوا بالحقوق، اقل حقوق هو الراحه ديالنا، وتيجي تيقول لك حنا غادي يجيو يطيحوا لكم هاد الدوله غادي تطيح لكم، هي هاد العيشه فاش نعيشوا ديال ديك الاكتئاب، ها هو يطيحوا علينا، هما ما يطيحوش علينا، راها مرض هذا حق من الحقوق اللي تنطالبوا، تنطلبوا على الله يكون هاد الشيء عنده واحد استماع للسلطات. حنا شارين هادي 24 عام وهاد السيتي هددنا وتعطيو فلوس بزايد
وكل شيء خلصناه وتقول لك ما عجبكمش الحال برا شطب عليكم. هذا الشيء ماشي قانون، تنبغيو الملك الملك اللي وقف هذا الشيء باش يعرف الحق ديالنا. حنا جاريه مكرفسين وكل شيء وندخلوا فلوسنا للبلاد ويجي واحد يضحك علينا هذا الشيء راه ماشي حق. هذه راه بلاد الحق والقانون، خصهم يشدوا بيدينا باش واحد يخلص داره وكل شيء. في الاخر قال لك لا حق هذاك الفلوس اللي اعطيته ماشي الثمن تاع درك، خصكم تعطيونا الثمن تاع درك. واش الناس تشري الديور بكري يعاودوا فيهم البيع؟ هي الرباط خصو كله يتعاود في البيع؟ لا ما خش، لازم السلطات والمالك والول جلالة الملك هو اللي يهز بيدينا ويوقف معانا وجينا في كارتي زوين هو مخسر كل شيء هنايا مهدم. حنا بينا والديور تباعوا ثلاثة خطرات أربعة، ثلاثة خطرات أربعة الديور تتباعوا، واش هذا الشيء حق على هذا السيد شكون اللي معاه؟ وكاينين معاه ناس واقفين تيقول لك واخا تهضروا معكم ما تربحوا. خاصنا نعرفوا شكون اللي حامي، شكون اللي حامي؟ بغينا نعرفوا شكون اللي منور. شكون هو انت؟ خاصنا نعرفوا شكون اللي حامي، خاصنا نعرفوا شكون اللي حامي. دخلنا عند الباشا كل شيء يقول لك انا ما عرفتش. شنو عند وكيل المالك؟ واش سخينا 30 عام واش واحد مرة واحد رشا ودخل الحبس خمس سنين؟ واش السلطة تخلي واحد محبسي؟ كيفاش هذه القضية هذه؟ سي ترو سي ترو. كاين الناس يخافوا تيقول لك هذا هو بيدو الحل، هذا اللي بيدو الحل خاصنا نعرفوا. ما بيدو حتى حاجة. الناس يقول لك تخبي ظالم الناس. الناس حنا بغينا السلطه، السلطه تخلف بعدا بعدا هو يهضر مع الناس. كوكر شوف شوف كوكر راجل معقول يجي يدق دار بدار يقول راه تنسال هذا تنسال هذا العيب العار الواحد ما عطاهش ويجيب الحوجه دابا هو تيجمع كل شيء. دابا حتى واحد ما مخلص يجيب لنا حتى واحد ما مخلص وبزاف عندنا لا مال عندنا الابراء عندنا كل شيء. قالك هذاك الشيء كل شيء كيف والو قالك ما عندنا ما نديرو به، قالك ما عندنا ما نديرو بداك الشيء اللي درتو. وفلوسنا عبر 4 المليون 5 المليون 6 بزاف بزاف بزاف. راه حتى حنا مغاربه حتى حنا مهاجرين حتى حنا مكرفسين حتى حنا كبرنا كاينه لا كاينه المغاربه وتقول لك اللي مات شي حد هو اللي غيورث الديور. قالها واحد الخطره قال لك الا مات شي حد اللي شاري عندي انا اللي غنتكلف بالديور دياولي. كيبيع الديور على هاد الناس ما عندهم ولاد؟ هاد الناس ما عندهم فاميليا ما عندهم ولاد اللي غادي يديروهم؟ لا لا بزاف لا خصهم يبحثوا معاه خصهم يبحثوا معاه. واش ليه؟ راجلي مشى في السبيطار هابط نيوفو بالدمويات مشيت تسوانا وحشوا ما عليه. هادشي اللي كيدير لينا هادشي اللي كيدير لينا ما معقول. انا وكلت عليه غير الله سبحانه وتعالى هادشي اللي غنقول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس اكثر من مجرد خبر.